اهلا 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 بحضرتك. طبعا استاذي واستاذ الاجيال استاذ سامح. لا لا انت الاستاذ يا دكتور. الدكتور طه الطوخي طبعا القيمه الكبيره. لا لا لا. المدير الفني والخبير الكروي ويعني عملاق في كره القدم وفي الاخلاق وفي تاريخ كروي. ساهم في انشاء كره القدم في السعوديه وفاز بكاس الخليج. الساعد الايمن في لجنه اختيار المعلقين. والله طيب كويس جدا. طيب هو يعني معانا وبيشرفنا طبعا الدكتور طه الطوخي في مداخله مع حضرتك. يعني دكتور طه يعني الكلام اللي بيتكلم فيه الاستاذ فهمي عمر عن قيمة التسامح والترابط والأخوة والعلاقة ما بين قطبي الكرة المصرية والرياضة المصرية الأهلي والزمالك واختيار المعلقين الرياضيين كلها أمور يعني لا يجب أن تذكر إلا في وجود حضرتك. شكرا يا أستاذ أيمن. كل اللي أقدر أقوله عندي طبعا دروس مستفادة وأي كلام الأستاذ فهمي عمر بيقوله فعلا درس مفيد للجميع. والتسامح والاخلاق الرياضيه دي من الصفات المميزه جدا طبعا، لان زي ما بنقول باستمرار الرياضه اخلاق قبل ان تكون بطوله. ونتمنى باذن الله تعالى ان تسود الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه والتسامح والمحبه والاحترام بين الجميع، ويا رب تعود هذه الكلمات او الصفات فعلا عمليه وصل الملاعب وخارج الملاعب وللجميع يا رب ان شاء الله. كابتن طه انت مثل حي لما تقول، يعني الخلق الرياضي، الاداء الرياضي، التسامح الرياضي، انا يعني بلمسه فيك في كل مره اقعد فيها معاك يا كابتن طه. ربنا يديك الصحه والعافيه. ربنا يخليك يا استاذ. دي شهاده طبعا اعتز بيها جدا جدا، وربنا يمسك عليك بالصحه والعافيه. وانا بقولها والله بدون مجامله، انا في اي اجتماع ولقاء مع سيادتك بستفيد من سيادتك بمعلوماتك الكبيرة وأخلاقك العالية، وربنا سبحانه وتعالى يمتعك بالصحة والعافية. شكرك يا كابتن. دكتور طه، يعني يمكن احنا بس بنحتاج وبتاريخ حضرتك مثل او قصة بسيطة صغيرة عن مدى العلاقة ما بين نجوم الاهلي والزمالك. وحضرتك لك تاريخ طويل في مجال كرة القدم، عشت وعاصرت اجيال مختلفة، العلاقة الطيبة يعني نموذج ليها حضرتك عشته. طبعا يعني الحمد لله من الستينيات للان طبعا في نجوم كبار جدا في نادي الزمالك، يعني في دار الحق طبعا، انما كنا بنزورهم باستمرار، يعني زي الكابتن نكن، الكابتن زكي عثمان، يعني نجوم يعني على سرعه الكابتن نور الدالي، يعني فعلا قمه الاخلاق للان وتقريبا في الاسبوع اكثر من 3 مرات او 4 مرات اتصالات تليفونيه ومقابلات مع الكباتن احمد مصطفى، ربنا يديهم الصحه، كابتن محمود ابو رجيله، الله يديهم الصحه، يعني طبعا سياده اللواء ارسال الحرب عبد العزيز ابيل، الله يديهم الصحه طبعا، يا رب ربنا يديله الصحه من قبل باستمرار في نادي الزهور او مكالمات تليفونيه. فالعلاقه دي الحقيقه، وطبعا انا في اسماء كثيره انا بقول على سبيل المثال للحصر، والعلاقات الحمد لله مستمره من الستينيات للان. طبعا انا تشرفت باني كنت في وقت من الاوقات مساعد مدرب لمنتخب مصر حتى في دوري طوكيو اللي هي سنه 64 بمناسبه دوري طوكيو، يا رب منتخب الاولمبي يكسب ويوصل ان شاء الله ان شاء الله 2020. فيعني لاعبين مستوى عالي جدا اخلاقيا وفنيا وخلطة مع بعض. لا ننسى حبيب الكل للأخلاق العالية واللاعب الكبير الكابتن سمير قب، كابتن حمادة أمام، يعني في أسماء الحقيقة، أحمد رفعت، عبد نصحي، كل الناس دي الحقيقة كان في محبة بينهم وبين لاعبي الأهلي. ولا ننسى العملاقين الكبيرين الكابتن محمد حسن حلمي زمورة، كابتن حلمي زمورة أستاذنا برضه، والكابتن صالح شليم وعلاقاتهم، الكابتن حنفي بسطان مثلي الاعلى في كره القدم كلاعب، وعلاقته بالكابتن او الاستاذ محمد عبد الصالح الوحد، طيب، والكابتن صالح شليم وشقيقيه عبد الوهاب وطارق شليم. يعني مهما اتكلم انا اسف اني خدت وقت طويل من حلقه مع الاستاذ سامي عمر، انما الحقيقه
هو ده اللي احنا عشناه ونتمنى ان يرجع ثاني وخاصة في هذه الأيام. والله يا دكتور طه، هو الحقيقة هذه القيم موجودة بين الأغلبية، في بعض الشوائب الحمد لله أنها بتزول، هذه الشوائب يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى لن تؤثر في كل علاقة قطبي الكرة المصرية وبين المصريين. ويمكن اللقطة الشهيرة في المباراة الأخيرة لمنتخب مصر مع أعمالي في الدورة الأولمبية، في تصفيات الدورة الأولمبية، الصورة اللي ما بين رمضان صبحي وما بين مصطفى محمد، الصورة الشهيرة اللي بتوضح قد إيه العلاقة الطيبة اللي موجودة ما بين كل النجوم حتى الأجيال الجديدة. احنا بنشكر حضرتك جدا جدا يا دكتور طه. إن شاء الله تستمر. وفي لقطة برضه في بعض المباريات الكباتن الكبار الكابتن محمود الخطيب هو ماسك الكابتن حسن شحاتة وبيجروا بيروحوا للجماهير، صحيح جماهير الناديين الكبار، الحاجات دي المفروض تستمر وتزيد العلاقات الطيبة والمنافسة الشريفة. الكرة مش بناء أو الرياضة مش بناء أو ألفاظ خارجة، وربنا يا رب يصلح الأحوال وتسود الروح الرياضية والأخلاق الرياضية بين الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. اللقطة طبعا معانا على الشاشة هي لقطة تاريخية وبتؤكد مدى العلاقة الإنسانية والمحترمة. هي دي الصورة اللي عليها جماهير الكرة المصرية طبعا. وهي دي الصورة يجب أن يكون عليها دائما عليها الأغلبية يا رئيس. والله أنا يعني بشعر بكده من صداقتنا ومن علاقتنا وأخوتنا. إذا كان في بعض الشوائب يعني اسم الأهلي والزمالك هم الاثنين قطبي الكرة المصرية. أيوة. إذا ما صلح أمر هذين الناديين لعبا وأداء وروحا صلح الجو الرياضي كله. صحيح صحيح. وزي ما قال يمكن الدكتور طه الطوخي، الدكتور طه الطوخي طبعا قامة كبيرة مال. ويعني أول من فاز بكأس الخليج.